اهلا بكم متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. لقاءنا اليوم غيجمعنا بوحده من اشهر مصممي الازياء في المغرب، السيده اللي قدرت انها تبصم الاسم ديالها في عالم الموضه في المغرب، هي السيده صوفيا حليشي. اهلا بك لاله صوفيا. ربي يخليك لاله، الله يرحب بك. شكرا لك على الاستضافه اولا. مرحبا والف مرحبا، سي ان بليزير دو ريسيفوار ديما. احنا بكم باش كنبينوا المنتوجات ديالنا. مدام صوفيا، في البدايه قبل ما نشوفوا الاعمال ديالك والمجموعه ديالك اللي خصصتيها للعيد، بغينا نعرفوا اكثر على تعرفينا اكثر على صوفيا الانسانه والمصمم. هما الصراحه هما شخص واحد، غير هي بعض الحوايج اللي كيختلفوا فيها. كان صوفيا المصممه هي اللي كتكون اوزيه بزاف في الالوان، اوزيه بزاف دي كوب، بزاف ديال الحوايج، هذيك هي صوفيا المصممه. اما بالنسبه لصوفيا الانسانه، لا، عندها واحد المبادئ، واحد البرينسيپ ديالها اللي كيكونوا شويه مديكالين على التصميم. مدام صوفيا، احنا الان في رمضان ومقبلين على العيد الفطر المبارك، بالصحه والسلام علينا وعليك. فضروري الناس كيكون واحد الاقبال كبير على الازياء التقليديه المغربيه من جلالب وغيرها، فانتي خصصتي مجموعه ديالك خاصه بالعيد، باش كتميز هاد المجموعه اللي خصصتي ليه؟ هاد المجموعه ديال الخصيصه ديال العيد هي صراحه هي جلابه مختصه بلوس في الطرز، يعني هي اكثر حاجه فيها هي الطرز والالوان، حيت حنا كنعرفوا بان الالوان كتدخل في الفرحه. الو بالنسبه للكوليكسيون ديال العيد كانت بلوس فيها الطرز، الوان الوان هي مفتوحه، كانوا كاينين قنيطرات، كاين جليلبات، هادشي اللي كاين. وشنو القصه اللي اعتمدتيها في هذه المجموعه؟ انا بالنسبه لي في الجلابه كنبقى ديما ستاندر، يا اما المخزنيه، اما الجبليه، ويا اما القصه يعني سور ميزور اللي كتكون دغوات. هادو هما القصات اللي كاينين في الجلابه، انا ما كنديرش داك القصات اللي هما مودرن بزاف اللي فيهم داك، كاين اللي كيديروا لي بلي، كاين اللي كيديروا لي فرونس، كاين اللي كيزيدوا الطراف، كاين بزاف ديال الحوايج. انا كنقول داكشي زوين في لي كيمونو، زوين بالنسبه كتلبسوا رومي، ماشي جلابه. وكنلاحظوا ان دابا ولا كيغلب كيدخلوا عليها التنبات، العقيق، هادشي واش حاضر في المجموعه ديال صوفيا؟ ماشي بزاف، انا هاد العام اعتمدت على الطرز، ما اعتمدتش على التنبات. السببين، انه انا معروفه بالتنبات بزاف، و دونك بغيت نغير. والسبب الثاني انه الطرز، اختارت الطرز ديال لورديناتور نظرا للجائحه اللي حنا فيها، باش حاولت نبسط في الثمن ويكون ثمن جد جد مناسب للناس. الا اعتمدت في الطرز ديال لورديناتور. على ذكر الثمن، فكنشوفوا بان الناس عندك كيكون عندها واحد التخوف بانها تمشي عند مصمم ازياء، وخصوصا الا كانت كتسمع سميتو ديما مقرونه مع المشاهير. فبالنسبه لصوفيا، هذا الجانب هذا كيأثر عليك؟ الصراحه ما كيأثرش عليا بزاف، هو ما كيأثرش بزاف حيت الارزاق بيد الله، هذه اول حاجه. ثاني حاجه هو انه الناس، احنا في المغرب واخدين ديما فكره غلطه انه هذاك واحد الحي ولا واحد المنطقه راقيه دونك راه عنده ثمن غالي، ولا لا راه منطقه يعني شعبيه ولا هذا راه غنلقى رخا. بعض المرات تقدر في المنطقه الشعبيه كتلقى غلا من المنطقه الراقيه. لا ميم شوز بالنسبه للمصممين، تقدر تلقى عند مصممه اللي هي ديما مع المشاهير وعندها ثمن مناسب، باغ كونطخ مصممه اللي ما معروفاش ما كيتسمعش كاع مع المشاهير وكتلقاها كضرب الواحد حتى كيدور. هذا المصطلح كيف كيقولوا يعني مصطلح الشعبي ديالنا، كتزيد في الثمن كوم با بوسيبل. انا تعرضت لواحد واحد بحال فلاش عليفه، المهم تعرضت ليه بدون ذكر الاسماء بيان سور. السيده ما كتعرفنيش كاع، واش مصممه ولا ماشي مصممه، مشيت مع صاحبتي قالت لي واحد المصممه وعائلتي ولا كتصوب عندها وهادي وهادي، مشيت معاها ناخذ تاخذ لبسه. كنمشي معاك انا ما عنديش مشكل، حنا الصحبه بوحده وخدمه بوحده والارزق على ربي. مشيت معاها بعت ليها تكشيطه ب 45000 درهم اللي هي المجموع ديالها كله ما يكونش طايح على مولاتها حتى ب 4000 درهم، يعني ثمن مبالغ. اقسم لك بيمين الله بتنباتها كلها منبته بالثوب اللي هو حالته، يعني واحد الكريب اللي هو ادنى كاليتي كاينه،
ما تكونش طايحه عليها حتى ب 4000 درهم. العقيق ديال النبات ماشي شواغوفسكي، لا العقيق العادي غير البلاستيك العادي ب 40 درهم. يعني انت كتقولي ممكن انه يعني مصممات اللي يكونوا ان غير انا راه كاينه في واحد المنطقه راقيه، انا راه هادي غير الاسم ديالها هو اللي كيطلع هذاك الصومه ديال هذيك المنتوج. هو غير الاسم كي قلت لها راه بهذا، ولكن هذيك السيده يعني ملي كتدخل عندها في خدامه في الفيلا ديالها ماشي في اتولي ولا هذا، كيفاش كتستقبلك وكيفاش واحد البريستيج دايرها راسها. انا قلت لها الله يعطيك الصحه، يعني هذاك هو السبب. ملي خرجت قالت لي صاحبتي كي جاتك اللبسه؟ قلت لها هي اللي لقاو عندك. دوزت بها الحفله الاولى، في الحفله يعني جوست ابخي الحفله الثوب كله كيتنتف، العقيق كله كيطير. جات عندي قالت لي شوفي، قلت لها سيري ربي على انت خديتها من عندها سيري ربي على. ولكن هادشي ما كينطبقش عليك انت كصوفيا. نقدروا نقربوا من الاثمنه، يعني نقربوا الناس من الاثمنه اللي عندك. انا 45 درهم نخاف منها بهذا المعنى، ما نقدرش نخاف ماشي من 45000 درهم، من خاف الله في داك اللبسه. يعني باش نديرها انا نبيعها ب 45000 درهم خاص كاليتي ديال الثوب اللي هي تكون زوينه احسن ما كاين في الاثواب، كاليتي ديال الحقيقة احسن ما كاين، باش على الاقل الناس مرتاحه ويكونوا حلال. بالنسبه للاثمنه اللي كتقدمها صوفيا، انا غنقول ديالي انا في جلال ندارك بجلال ابتداء من 800 درهم، يعني في المتناول ابتداء من 800 درهم، واللي خدا جوج وثلاثة كندير لهم دي غونيس. واعلى سعر عندك في جلال دابا؟ من دابا في جلال اعلى سعر 1500 درهم، يعني هذا هو الحد الحدود ديال الاثمنه عند صوفيا. وبالنسبه مثلا دابا حنا كنشوفوا عندنا قطعتك، ملي كنقول 1500 درهم راه دو بياس، كتكون جلابه دو بياس هذاك. دونك انا اثمنه ديالي كنقول الحمد لله على كل حال، كنمشي على حساب ما كنعجبنيش نبيع مع الطبقه اللي كتاخذ جلابه وجوج في العام، نو كيعجبني نبيع مع اللي كتاخذ جلابه وجوج في الشهر، يعني كنكون قريبه بلوس لهذوك الناس. بالنسبه ليا كنطبق المثل ديال قليل ومداوم ولا كثير ومقطوع. فعلا كنلاحظوا مدام صوفيا ان دابا انت ماشي كتصمي غير النساء وانما حتى الرجال، فكنلاحظوا في التصاميم ديالك ديال النساء كاين واحد التنوع ديال الالوان، ما بقاش هذاك المفهوم ديال ان الكوليكسيون تخرج بدون واحد او الدرجات ديالو. ميمكنش وي، حيت كاين اول حاجه انا كنخدم على حسب الاذواق والطلبات ديال الناس، ثاني حاجه كنخدم الوان البشره، بحيث ماشي جميع الالوان اللي كيجيوهم جميع الالوان في الثوب، يعني السمراء ما يمكنش السمراء تلبسها الكحل ولا زرق ولا ماغين، لا صعيب شويه. كتلبس الوان فاتحه كتعطيها واحد لي كلا بلوس، حتى اذا كانت في حاله ما كان الكحل خاص يكونوا الالوان باش مخدومه هي ساطعه اكثر، دونك باش كتعطي داك الكونتراست معاها. دونك انا هذا باش كتكون لا كوليكسيون ديالي منوعه في الالوان. ولكن يعني التصاميم اللي مصممه للرجال كتقتصري على واحد الالوان اللي محدده؟ لا الصراحه لا، ماشي الوان محدده، غير هو على حسب لا كاتيجوري ديال الناس. كاين دي جون اللي كياخذوا لو فير لو بلو سيال لو روز لو موف، غادي نوريكم غتلقى عندي باقيين دي بياس اللي هما كاين الغوز كاين الموف باقي جو كوا باقي ان بلو ماجوريل، يعني كاين شي ناس اللي هما كيقدروا يلبسوا كي اوزيو، وكاين الرجال دان سيغتان اج ودان سيغتان نيفو ما كيوزيوش بوغ لي كولور. دونك كنبقى في داك لو جون كناري، كنبقى في لو بيج، كنبقى في بلو مارين غري. دونك كنحاول نشوف لي طون ديالهم اللي كيكون قريبه الالوان اللي كتعجبني انا، وامين طون قريبة للناس اللي هما يقدروا يلبسوهم. يعني انت انا لاحظت من خلال هضرتك بانك دائما كتشوفي لهذاك السيد او لهذيك السيده اللي غادي تبيعي ليها شنو اللي غيناسبها، يعني ما كتمشيش مع هذيك الموجه اللي كاينه. لا ما نمشيش مع الموجه، بحيث الموجه كتكون غير فتره ودايزه، الموجه كتقاضى شحال ما دازت كتقاضى، مي باغ كونطخ ملي كتكون قريبه لا كليونت ديالك لا كتولي هي كتبغيك. دونك انا بالنسبه ليا كنكسب الكليان ديالي ماشي كنكسب الموضه، الموضه راه ديما كاينه،
نقدر نقول كاين شي قصات اللي هما انا كيعجبوني في الناس، مي انا ما قدرش نلبسهم، ما كيجيونيش ساشون هما على مود، وما كاين شي مخترع للموضه، كاين غير موجه الموضه اللي عجبته شي حاجه كتخرج في العصر الحالي اللي خرج شي حاجه مع السوشيال ميديا، مع شويه ديال الاشهارات، شويه ديال هذا وزوقت به، دونك اوتوماتيكمون كتولي هذيك هي لا مود وانا ماشي تابعه. ومدام صوفيا اي كنلاحظوا ان مؤخرا خرجت بعض التصاميم اللي كتحمل واحد يعني وجوها يعني فيها طابعين عليها شي حويجات اللي انتيا كنلاحظوا انكم ما كتمشيش في هذا النهج، هذا ما كتديري لا التصاميم ديالك ما كاينش فيها المطبوع ما والو، علاش شنو السبب؟ السبب هو انا اقتناعي بديني، انا كنقول الروح بيد الله وربي اللي كيخلق الصوره، دونك انا ما عنديش مع داك نطبع صوره، ربي كيقول لك سبحانه وتعالى انفخ فيها الروح، اذا طبعتيها غير نفخ فيها الروح، دونك ما نطبعش شفتو بصوره، واو ميم طون هذاك الشيء اللي خرج ديال كاين ديال المناطق ديال اللباس التقليدي كل منطقه مثلا الشماليه الصحراويه الرباطيه الفاسيه، انا ما كتجينيش انه تعريف بالمنطقه اكثر ما كتجيني اهانه للمنطقه، حيت ما يمكنش زي اللي خدموا عليه جدود جدود جدودنا على قطو غادي يخدموا غادي يجيو تطبع في الطريق ديال التوك ويتحط جلاب، لا هما ماشي، ولا كاين اللي طبع مثلا النجم هذا المغرب ولا في جلاب، لا نجم مثلا النجمه ولا راية المغرب ولا كيف كنقولوا سميتو الشعار ديالنا ديال المغرب، لا كبر كبر من جلاب كبر ما يتحط في ثوب. في نهاية لقائنا مدام صوفيا ما سخيناش بيك ولكن للأسف الوقت داهمنا، فكلمة أخيرة للمتابعين ديالنا. نتمنى نكون كنت خفيفة على قلبهم ويعجبهم التصاميم ديالي، اي او ميم طون كنشكركم نتوما وكنشكر المنبر ديال الأنفاس يعني اللي هو مواكبنا في جميع التظاهرات وجميع الحفلات، وفي كل مرة كنلقاوه هو الأول حاضر معنا. وصلنا مشاهدينا لنهاية لقائنا اليوم، على أمل لقائكم مجددا في لقاء جديد مع ضيف جديد. السلام عليكم ورمضان كريم.